افتتحت وزارة البترول أول محطة تموين وقود متكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل، بالإضافة إلى الشحن الكهربائي بمحافظة القاهرة. المزيد من المتابعة مع مراسلة دي إم سي مريم جمال. تحياتي لك وتحياتي لكافة مشاهدي قناة دي ام سي الكرام. بالفعل انا الان موجودة في محطة غاستك بالعباسية. وزارة البترول ومحافظة القاهرة يفتتح اول محطة وقود متكاملة للشحن بالكهرباء والغاز الطبيعي وايضا الوقود السائل. وللمزيد من التفاصيل سيطلعنا عليها الاستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزاره البترول. بعد التحيه استاذ حمدي، لو تطلعنا على المزيد من التفاصيل. طبعا احنا عارفين ان في مبادره رئيسيه دلوقتي بيتم تنفيذها، لان دي خطه قوميه ان احنا نزود عدد المحطات اللي بتعمل بالغاز الطبيعي كوقود. طبعا دي خطه دلوقتي محطوطه، وزاره البترول المهندس طارق الملا بينفذها بنفسه، ياخد اجتماعات مع الناس، ودي احد المحطات اللي بيتم افتتاحها حديثا، فيها الوقود المزدوج سواء الوقود السائل او الوقود الغاز الطبيعي. طبعا احنا عارفين ان حب الله مصر كميه كبيره من الغاز الطبيعي، فبالتالي دي احد الانشطه اللي بيتم حاليا دلوقتي امدادها بالغاز الطبيعي، لان عشان نحقق القيمه المضافه من هذا المورد الغاز لتحقيق رفاهيه والتيسير على المواطنين. وفي نفس الوقت احنا عارفين ان سعر الغاز تقريبا 50% من سعر البنزين، فبالتالي ده بيبقى فيه توفير للمواطن وايضا توفير للدوله فيما يتعلق بتقليل الاستيراد من البنزين. هو فندم طبعا هو الغاز الطبيعي هو موفر وايضا صديق للبيئه، هل خلال الفتره القادمه الوجيزه هيكون كل المحطات التموين بالغاز الطبيعي؟ احنا عندنا دلوقتي حضرتك شغالين في 400 محطة جاري حاليا دلوقتي الانتهاء من تنفيذها، سيتم اضافتها خلال الثلاث اشهر القادمة اللي هو الربع بتاع يوليو اغسطس سبتمبر، هتوصل عدد المحطات يبقى 750 محطة، جاري ايضا الوصول بهذا العدد الى 1000 محطة، كل دوت عشان نقدر نوفر منافس توزيع تقدر تدي حافز للمواطنين ان هم يقبلوا على هذا المشروع الاستراتيجي المهم. اشكرك شكرا جزيلا لضيفي شكرا شكرا جزيلا لضيفي الكريم الاستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزاره البترول. هذه كانت اهم وابرز التفاصيل لدينا، واليكم في الاستوديو. نعم شكرا لك يا زميله مريم جمال مراسله دي ام سي، والشكر ايضا موصول لضيفك الكريم.